بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ففي المجلس الثاني في قراءة شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله، تناولنا في المجلس السابق مفهوم الكلمة، حقيقة الكلمة عند النحويين. الكلمة قول مفرد، والآن نأخذ انقسام الكلمة إلى ثلاثة أقسام. أول مسألة نبدأ بها أن الكلمة التي توقفنا عند تعريفها في المجلس السابق جنس، يعني مشترك، يعني لفظ عام يندرج تحته ثلاثة أشياء. قال رحمه الله في النص: وهي اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. الكلمة وهي، والكلمة الضمير يعود على الكلمة، اسم وفعل وحرف. العبارة السابقة: الكلمة قول مفرد. وهي أي الكلمة اسم وفعل وحرف. في الشرح قال: لما ذكرت حد الكلمة أي تعريف الكلمة بينت أنها جنس. الجنس هو اللفظ العام الذي يشترك في مفهومه أفراد متعددة، سواء أكانت متفقة في الحقيقة أم كانت مختلفة في الحقيقة. عند العلماء يعني غير المناطق يطلق الجنس على كل ما يشترك فيه أفراد متعددة. فالجنس عند غير المناطق يرادف الكلي، الجنس والكلي مترادفان عند غير المناطق، ولكن المناطق يجعلون الجنس نوعا من أنواع الكلي. الكلي أعم من الجنس، الجنس يختص بالعام الذي يندرج تحته أفراد كثيرة مختلفة في الحقيقة، كالحيوان يندرج تحته الإنسان والحيوان والحشرات والطيور، كل هذه حيوانات يعني تشترك في لفظ الحيوان، تشترك في لفظ الحيوان. وحقيقة الإنسان غير حقيقة الحيوان، وحقيقة الحيوان غير حقيقة الحشرات، وهكذا. ولكن عند غير المناطق من العلماء النهويين والفقهاء والأصوليين يستعملون الجنس بمعنى الكلي. طيب، بينت أنها أي أن الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. وإذا قسم الشيء إلى أقسام يحتاج إلى الدليل. ما الدليل على هذا التقسيم؟ قال: والدليل على انحصار أنواعها أي الكلمة في هذه الثلاثة الاستقراء. الاستقراء وهو أصل من الأصول النحوية، بل ليس أنه لا، الاستقراء لا يختص بالنحو فقط، يدخل في كل العلوم، هو دليل من الأدلة العقلية. عندما أتتبأ جزئيات المسألة في النهاية أصل إلى النتيجة، هذه النتيجة لا كلام فيها، يعني يجب أن تقبل. الاستقراء هو تتبأ جزئيات المسألة للوصول إلى حكم عام يشمل كل الجزئيات. مفهوم الكلام؟ مثلاً في علم الفقه الفقهاء يذكرون أعلى حد
للحيض بالنسبة للمرأة أعلى أيام بلا ولا يحددون الأدنى، يقولون بلا أدنى يعني أعلى أيام الحيض 15 يوما. وفي النفاس يعني في النفاس يذكرون الأدنى ولا يذكرون الأعلى، يهددون الأدنى ولا يهددون الأعلى. طيب هذه الأحكام التي توصل إليها الفقهاء، لم يتوصلوا إليها من خلال آية ولا من خلال حديث، ليس عندنا آية أو حديث يذكر هذه الأشياء، أعلى أيام الحيض كذا وأدنى أيام النفاس كذا، لكن وصلوا إلى ذلك بالاستقراء، تتبع أحوال النساء، ثم في النهاية وصلوا إلى هذه النتيجة. وهذا الاستقراء منه التام ومنه الناقص. النتيجة المتحققة من الاستقراء التام قطعية، ومن الاستقراء الناقص ظنية. من الاستقراء الناقص ظنية. ولذلك فيما يتعلق بهذه المسائل الفقهية، أدنى أيام أعلى أيام الحيض، يمكن أن تحدث حالات استثنائية على خلاف هذا، لأن الاستقراء التام في المسألة مستحيل. يعني الاستقراء التام لكل أفراد المرأة مستحيل، لأن يعني كل يوم يتجدد العدد ويزداد ويزداد، لا يمكن لآلم ولا لعلماء أن يتتبعوا كل الجزئيات، لكن تتبعوا الغالب الذي يمكن عليه بناء الحكم. طيب، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. ما معنى هذا الاستقراء؟ قال: فإن علماء هذا الفن النهويين يعني تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لأثروا على شيء منه. لو كان، يعني يستحيل أن يكون في اللغة العربية زيادة على هذه الأقسام الثلاثة، ولنا أكثر من 10 قرون والنهويون يبحثون ويراجعون ولم يصلوا إلى شيء منه، يستحيل. يعني يستحيل أن يكون هناك قسم رابع ولم يصل إليه أحد في كل هذه المدة الزمنية، انطلاقا من أبي الأسود الدؤلي ووصولا إلى هذا الأصل، لم نجد زيادة على هذا التقسيم، مستحيل أن يكون موجودا. ولو كان ثم نوع رابع لأثروا على شيء منه. ورد الاستقراء بإثباته ما يخالفه، يعني إذا استطعت أن تثبت قسما رابعا زيادة على هذه الأقسام الثلاثة فيكون هذا الحصر منقوضا. إذا ثبت للإنسان ذلك، قد يدعي مثلا، هناك بعض العلماء المحدثين حاولوا أن يخرجوا، يجعلوا التقسيم رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، ولكنه غير مقبول، ليس له أي دليل إلا شهوة مخالفة المعروف. طيب، هذا الدليل هو الأسهل، لذلك اعتمد عليه ابن هشام. هنا هناك دليل آخر ذكره في الشرح شذور الذهب، وهو الإجماع. يعني الدليل على انحصار الكلمة على ثلاثة أقسام متعدد. الدليل الأول الاستقراء وهو المذكور هنا، والدليل الثاني الإجماع. أجمع نحاة البصرة والكوفة على أن الكلمة محصورة في ثلاثة أقسام. وإذا أجمع نحاة البصرة والكوفة على شيء لا يجوز لأحد أن يخرج على إجماعهم. هذا من المسلم به في الأصول النحوية. طيب، هناك دليل ثالث وهو دليل عقلي. دليل عقلي، وهو مبني على ما يسمونه بالصبر والتقسيم. الدليل الثالث دليل عقلي مبني على إيه؟ الصبر والتقسيم.
وحاصله أن يقال الكلمة إما أن تدل على المعنى بنفسها وإما لا، إما أن تدل على المعنى بنفسها وإما لا. الدلالة على المعنى بنفسها يعني عدم الحاجة إلى كلمة أخرى في الدلالة على معناها. الكلمة هناك كلمة تدل على معناها مطلقا سواء وقعت في تركيب أو لم تقع. الكلمة إما أن تدل على المعنى بنفسها وإما لا. الثاني الحرف، يعني الثاني الحرف، الكلمة التي لا تدل على المعنى بنفسها هي الحرف. الحرف لا يدل على المعنى بنفسه، يعني بل يدل على المعنى بغيره، لا يعني لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. إذا ذكر الحرف وحده لا يظهر معناه. الكلمة إما أن تدل على المعنى بنفسها وإما لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وإما لا. إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وإما لا. الثاني الاسم، والأول الفعل، صبر والتقسيم. الدليل الثالث مرة أخرى، الكلمة إما أن تدل على المعنى بنفسها وإما لا. الثاني الحرف، يعني ما لا يدل على المعنى بنفسه، والأول وهو ما يدل على المعنى بنفسه، إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وإما لا. الثاني الاسم، يعني ما يدل على المعنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الاسم. والأول الفعل وهو ما يدل على المعنى بنفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا المضمون يعبر عنه بطرق متعددة. مثلا طريقة الشيخ خالد في الأزهرية يقول الكلمة إما أن، يعني اللفظ المفرد وهو الكلمة، إما أن يستقل بالمفهومية وإما لا. يستقل بالمفهومية بمعنى يدل على المعنى بنفسه. اللفظ المفرد إما أن يستقل بالمفهومية وإما لا. الثاني الحرف وهو ما لا يستقل بالمفهومية، والأول وهو ما يستقل بالمفهومية، إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة وإما لا. الثاني وهو ما لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة الاسم، والأول وهو ما يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة الفعل. والأقسام الثلاثة، الصبر والتقسيم. النحويون لهم طرق متعددة وكلها ترجع إلى هذا المضمون، إلى هذا المعنى. هل فهمتم هذه الأدلة الثلاثة؟ هذا استقراء تام، يؤد كذلك. نعم استقراء تام، لأن هؤلاء النحويين قرأوا كل ما ثبت عن العرب ولم يفتهم شيء، فهو استقراء تام. الصبر بالسين، بالسين. الصبر أصل معناه اللغوي اختبار الشيء، صبر الشيء بمعنى اختبره، يقال صبر غوره أو صبر أغوار الشيء، يعني اختبره وتتبعه ليصل إلى حقيقته. الصبر والتقسيم هذا مصطلح، وهو أريد أن أثبت شيئا، كلمة مثلا، كلمة اللهم صل على الرسول المصطفى، كلمة ما أريد أن أحكم عليها بأنها من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف. طيب فأحيط بكل الاحتمالات هذه ما كلمة في اللغة العربية، طالما هي كلمة في اللغة العربية فلا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا صبر، يعني تصورت كل الاحتمالات ثم أبطل ما لا يثبت لها،
وما بقي هو الثابت. يعني أبطل أن تكون من الأفعال، وأبطل أن تكون من الحروف. طيب إذا انتفى أن تكون من الأفعال وأن تكون من الحروف فهي إيه؟ من الأسماء. الصبر والتقسيم موجود في كل العلوم، دليل عقلي جميل. طيب المسألة، الكلمة ثلاثة أقسام، ما الدليل على هذا التقسيم؟ ذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الاستقراء، والدليل الثاني الإجماع، والدليل الثالث الصبر والتقسيم، دليل عقلي. طيب الآن نبدأ الكلام عن هذه الأقسام الثلاثة واحدا تلو الآخر. الاسم، ما هو الاسم؟ ما حقيقته؟ وما يتعلق به من الإعراب والبناء، ثم الفعل حقيقته وما يتعلق به من الإعراب والبناء ثم الها. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث أنه كتاء ضربت. ابن هشام عرف الاسم من خلال علاماته ولم يعرفه بالحد، لأنه أقرب إلى أذهان المبتدئين أسهل، والعلامة توصل إلى الغاية المرجوة من التعريف. المطلوب من التعريف تصور حقيقة الشيء وتمييزه عن غيره، وهو يتطلب إعمال الذهن، إعمال الفكر، ويتطلب يعني وضع المفهوم في الذهن، وهذا يصعب على المبتدئ قليلا. أما العلامات فهي في الغالب حسية لفظية، فهي سهلة على المبتدئ، وهي تحقق المطلوب، تحقق المراد من القدرة على تمييز الشيء عن غيره. فلذلك يكتفى بالعلامات في كتب المبتدئين عن التعاريف. طيب الاسم في اللغة، قد تحدثنا عنه بالأمس، الاسم في اللغة هو ما يدل على المسمى، وفي الاصطلاح ما يدل على المعنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يدل على المعنى بنفسه، يعني لا يحتاج إلى كلمة أخرى ليدل على معناه. إذا ذكر الاسم ظهر معناه مطلقا، تعلق بكلمة أخرى، ارتبط بكلمة أخرى أو لم يرتبط، مفهوم الكلام يدل على المعنى ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. قلنا الاقتران بأحد الأزمنة شيء، والدلالة على الزمن شيء آخر. الاسم لا يدل، الاسم لا يكون معناه مقترنا بأحد الأزمنة، ولكن قد يكون معنى الاسم الزمان كله، مثل أمس واليوم وغد. أمس يدل على الزمان وهو اسم، يوم يدل على الزمان وهو اسم، غدا يدل على الزمان وهو اسم. إذن الممنوع في الاسم أن يدل على معنيين، أحدهما مقترن بالزمن، أحدهما زمن والآخر حدث ويكون بينهما اقتران، هذا لا يكون إلا في الأفعال. لذلك يقال في تعريف الاسم ما يدل على المعنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو الاسم هو ما يستقل بالمفهومية ولا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، والمعنى واحد. طيب والعلامة، الاسم له علامات كثيرة فوق الثلاثين، كل عالم يختار في كتابه ما يناسب مستوى الكتاب. ابن هشام اختار الثلاثة، اختار من علامات الاسم في هذا الكتاب الثلاثة. علامة تدخل في أول الاسم، وعلامة تدخل في آخر الاسم، وعلامة معنوية. علامتان لفظيتان
والثالثة معنوية. أما اللفظيتان فإهداهما تدخل على أول الاسم والأخرى تدخل على آخر الاسم. أها، والثالثة علامة معنوية. يشرح هذه العلامات الثلاثة، قال: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه. عن قسيميه، القسيم أي الشريك في التقسيم. بينت شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها، أي من الأسماء والأفعال والحروف، عن قسيميه. كل واحد له قسيمان، لأن التقسيم ثلاثي، الاسم قسيماه الفعل والحرف، والفعل قسيماه الاسم والحرف، والحرف قسيماه الاسم والفعل. لماذا؟ لتتم فائدة ما ذكرته من التقسيم. يعني إذا قسمنا الشيء إلى أقسامه فنحتاج إلى علامات نعتمد عليها في التمييز بين هذه الأقسام المتغايرة المتعددة. فذكرت للاسم ثلاث علامات: علامة من أوله، علامة تدخل في أوله، وهي الألف واللام، وهي إيه؟ الألف والألف واللام في اللغة العربية حرف من حروف المعاني، المقصود به ال، حرف من حروف المعاني. طبعا نعرف أن الحرف مصطلح مشترك، الحرف هناك حرف مبنى وهناك حرف معنى. حرف مبنى هو ما يستعمل في تكوين الكلمات، زيد مكون من حروف المباني، زاي يا دال، أحمد مكون من حروف المباني، حمزة ها ميم دال. حرف مبنى هو ما يستعمل في تكوين الكلمات. القسم الثاني أو المعنى الثاني للحرف هو حرف معنى، حرف يدل على المعنى وهو قسيم للأسماء والأفعال. طيب، ال من حروف المعاني، يقال ال ويقال الألف واللام ويقال لام التعريف. هذه الأسماء الثلاثة كلها لمسمى واحد. هذا الحرف وهو ال له عدة استعمالات، يستعمل كاسم، يستعمل كاسم من الأسماء الموصولة، يستعمل كاسم من الأسماء الموصولة المشتركة. سيأتي في باب الأسماء الموصولة أن الأسماء الموصولة نوعان، هناك مختص وهناك مشترك. المختص يختص بالمفرد المذكر مثلا، بالمفرد المؤنث، بالمثنى المذكر، بالمثنى المؤنث، بجمع الذكور، بجمع الإناث. أما المشترك فهو يستعمل في الجميع، يستعمل في المفرد وفي المثنى وفي الجمع وفي المذكر وفي المؤنث. مثل من؟ مثل من؟ من من الأسماء الموصولة المشتركة يستعمل في المذكر. أقول جاء من أنتظره، جاء من أنتظره، بمعنى جاء الذي أنتظره. وأقول أيضا جاءت من أنتظرها، جاءت من أنتظرها، بمعنى جاءت التي أنتظرها. وأقول جاء من أنتظرهما، جاء من، بمعنى جاء اللذان أنتظرهما. جاء من أنتظرهم، بمعنى جاء الذين أنتظرهم. من اسم موصول مشترك، مثله ال. من استعمالات، من الاستعمالات التي تأتي عليها ال أن تكون موصولا مشتركا، وال الموصولة هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول. كل اسم الفاعل معه ال فهو موصول، يعني الموصولة. ويمكن أن تأتي بالاسم الموصول مع الجملة
في مقام هذا اسم الفاعل المقرون بال او اسم المفعول المقرون بال. مثلا اقول المجتهد، المجتهد، ال هنا موصوله، المجتهد بمعنى الذي يجتهد، الذي مقابل ال، يجتهد مقابل مجتهد، العالم يعني الذي يعلم، ال مقابل الذي، عالم مقابل يعلم، وكذلك المكرم أي الذي يكرم، المضروب الذي يضرب. إذن هذا الاستعمال الأول، ال الموصولة. طيب الاستعمال الثاني لال، أن تكون أهدية، أن تكون أهدية، وهي المعرفة على التحقيق، هي التي تفيد التعريف على الحقيقة. الأهدية يعني تدل على أن مدخولها شيء معروف، معهود، معهود بمعنى معروف، على الأهدية، وهي التي تفيد أن ما دخلت عليه معروف بين المتكلم والمخاطب، معهود بينهما. مثلا الشيخ نزير طلب مني بالأمس أن آتي بنسخة، بنسخ من كتاب أوجز المقال. الآن تذكرت فأقول له عفوا نسيت بالكتاب، نسيت، أقول للشيخ نزير نسيت بالكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ أليس هذا كتابا بيدي؟ كيف أقول نسيت بالكتاب وفي يدي كتاب؟ لأنني أتكلم عن كتاب معين، نسيت بالكتاب. إذن ألف كلمة الكتاب أها أهدية، أهدية معروفة، تدل على أن ما دخلت عليه معروف بين المتكلم والمخاطب. وعليه قال بعضهم في ألف قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب في، أهدية أهدا ذهنيا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد النبي بنزول القرآن، إنا سنلقي عليك قولا. إذن ذلك الكتاب أي المعهود الذي وعدناك به. وهناك أيضا العهد الحضوري، عفوا العهد الذكري قبل ذلك، كأن أقول اشتريت كتابا فحفظت الكتاب، اشتريت كتابا فحفظت. ما المقصود بحفظت الكتاب؟ الكتاب المذكور أولا. لو قلت اشتريت كتابا فحفظت كتابا، المتبادر إلى الذهن أن الكتاب المشترى غير الكتاب المحفوظ. أنا أتكلم عن كتابين، اشتريت كتابا فحفظت كتابا، أتكلم عن كتابين. لكن اشتريت كتابا فحفظت الكتاب، أتكلم عن كتاب واحد، يعني الكتاب الثاني هو السابق. ومثله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول الذي عصاه فرعون هو الذي أرسل إليه وليس غيره من الرسل. وكذلك عندما أقول خذ الكتاب، أو عندما أقول اقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب يا شيخ مسعود، ما المقصود بالكتاب؟ الذي بين يديك، الكتاب الحاضر بين يديك. ال تدل على أن ما دخل عليه، ما دخل على أن ما دخلت عليه مشهود متمثل أمامي. كلم الرجل، ما المقصود؟ الرجل الذي أمامي. اليوم أكملت لكم دينكم، من المقصود ما المقصود باليوم؟ اليوم الذي أنتم فيه. هذا القسم الثاني من أقسام ال. القسم الأول ال الموصولة، القسم الثاني ال الأهدية. طيب القسم الثالث الجنسية، ال الجنسية، وهي التي تدل على إيه؟ معنى الجنس، مفهوم الجنس. الجنس مفهوم ذهني، الشيء له وجود ذهني وله وجود خارجي، الإنسان له وجود ذهني وله وجود خارجي. الوجود الذهني حيوان ناطق،
الوجود الخارجي أحمد محمد إبراهيم موسى عيسى فاطمة عائشة هند زينب، هذا الوجود الخارجي للإنسان، هذه الأشخاص الذين يتمثل في كل منهم معنى الإنسان هو الوجود الخارجي. الوجود الذهني حيوان ناطق، فأل تدخل على اللفظ لتدل على أن المقصود المعنى الذهني وليس المعنى الخارجي، تسمى أل الجنسية. طيب أل هذه التي تدل على أن المقصود جنس، منها ما تفيد الاستغراق، ما تفيد يعني المعنى الذهني مع الإحاطة بجميع أفراده الخارجية. ولذلك يقولون الهذه ترادف كل، ضابطها صحة حلول كل محلها، كألف قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. أل هنا بمعنى كل، إن الإنسان بمعنى إن كل إنسان، أل ترادف كل. ولذلك جاء بعد هذه الآية إلا الذين آمنوا، الإنسان مفرد ثم إلا الذين آمنوا، إشكال كيف يستثنى الجمع من المفرد، لأن المقصود كل إنسان. مفهوم الكلام؟ وكذلك أل في ذلك الكتاب على التفسير المشهور بمعنى الكتاب الكامل، أل الكمالية التي تدل على كمال الشيء في بابه، على أنه كامل في بابه. وكذلك أل في مثل الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون، ما المقصود بالرجال هنا؟ هل المقصود كل رجل؟ يعني ليس المقصود كل رجل، وليس المقصود رجل معين. طيب بقي أن يكون المقصود المعنى الذهني بغض النظر عن الأفراد، ويكفي في صدق المعنى أن يوجد شخص واحد في الخارج يتحقق فيه المعنى. الرجال قوامون على النساء، قوامون يعني كثيلون، هم الذين ينفقون، هم الذين عليهم المسؤولية، وهم الذين عليهم الإدارة. هذا الجنس بغض النظر عن الأشخاص. طيب هذا لا يمنع أن نجد رجلا على عكس المضمون، يعني رجل المرأة هي التي القوامة عليه وليس هو القوام عليها، هذا لا يتعارض، لأن المقصود الوجود الذهني. وعليه يقال أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس، هل المقصود كل ناس؟ هل المقصود إنسان معين؟ لا، المقصود الجنس، هناك أفراد من الناس سبب هلاكهم الدينار والدرهم، ليس المقصود كل دينار، وليس المقصود كل الناس، ولا دينار معين ولا ناس معين. مفهوم الكلام؟ طيب القسم الأخير من أقسام أل، وهي الزائدة، أل الزائدة، مثل الحسن، أصله إيه؟ حسن، علم على شخص فزيدت أل. الحسين أصله حسين فزيدت أل. العباس أصله عباس فزيدت أل. إذن عندي أل الموصولة، وعندي أل الأهدية، وعندي أل الجنسية، وعندي أل الزائدة. هذه الأقسام على الإجمال، كل هذه الأقسام الثلاثة مختصة بالأسماء، لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. أل الموصولة فقط ثبت دخولها على الفعل شذوذا، يحفظ ولا يقاس عليه بالإجماع إدخال على الفعل، وإن كانت الموصولة خطأ بالإجماع، كما نص عبد القاهر الجرجاني في كتابه في شرح الإيضاح، يعني إدخال على الفعل قياسا على ما ورد عن العرب خطأ بالإجماع. وعلى هذا المختصة بالأسماء لا تكون مع الأفعال ولا تكون مع الحروف بكل أقسامها، هل فهمتم؟ طيب وهي الألف واللام كالفرس والغلام،
وعلامة من وعلامة من آخره. العلامة الثانية تقع في آخر الاسم وهي إيه؟ التنوين، مصدر لفعل نون ينون. التنوين، ما هو التنوين؟ التنوين في اللغة إدخال النون، نون الكلمة بمعنى أدخل النون فيها، ويستعمل أيضا بمعنى الصوت الجميل. التنوين بمعنى رفع الصوت الجميل، يقال نون الطائر بمعنى غن الطائر وغرت. أه؟ لا، التنوين. الترنيم نعم نفس المعنى، نفس المعنى، نعم يستعمل بهذا المعنى. وهي التنوين، وهو أي التنوين تعريفه عند النحويين نون زائدة، يعني ليست أصلية في الكلمة، أينما وجد التنوين فهو نون زائدة، أي ليست من أصول الكلمة. إذا كانت النون من أصول الكلمة فلا يصح أن تكون تنوينا. ساكنة يعني لا تكون متحركة، فإن حركت فالحركة عارضة، فالحركة عارضة. كأن أقول قال ابن هشام الأنصاري، هشام نل، هشام، التنوين نون ساكنة. بعد هذا التنوين الذي هو نون ساكنة ساكن آخر، التقى الساكنان فحرك التنوين لالتقاء الساكنين، هشام الأنصاري. إذن هذه الحركة عارضة، وجودها كعدمها، نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة، يعني تلحق آخر الاسم، لا تكون في أول الاسم ولا تكون في وسط الاسم، بل تكون في في آخر الاسم فقط. لفظا يعني تظهر في النطق، لا خطا يعني لا تكتب، بل يرمز إليها بالحركة الثانية. إذا كان المنون مرفوعا نكتب ضمتين، الضمة الثانية إشارة ورمز إلى التنوين، وإذا كان المنون منصوبا نكتب فتحتين، الفتحة الثانية إشارة إلى التنوين، وإذا كانت مجرورة، إذا كان المنون مجرورا نكتب كسرتين، الكسرة الثانية إشارة إلى التنوين. لكن التنوين بحقيقته لا يكتب، لذلك يقال في التعريف لا خطا، لغير توكيد. هذا القيد الأخير يؤتى به لإخراج نون التوكيد الخفيفة التي ثبتت كتابتها بسورة التنوين في بعض الآيات القرآنية وفي بعض القوافي الشعرية في بعض الأشعار، يعني قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا ألف بعد العين المفتوحة، نقرأ لنسفعا بالناصية. سورة كتابة النون الساكنة في آخر هذه الكلمة كسورة كتابة التنوين، مع أنه نون التوكيد الخفيفة. وكذلك ولا يكونا من الصاغرين، كتب على سورة التنوين مع أنه نون التوكيد الخفيفة. وقول امرئ القيس كفى نفكي، هناك من قال كفى أصله كفا، فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، فقلبت نون التوكيد ألفا. ولا تعبد الشيطان، فالله فاعبدا، بعضهم قالوا أصله والله فاعبدا، فقلب نون التوكيد الخفيفة إلى الألف. فلذلك زيد في التعريب كلمة لغير توكيد، لإخراج نون التوكيد الخفيفة التي كتبت في بعض المواضع بسوء أو على سورة التنوين. هذا التنوين المعرف بهذا التعريف له أربعة أقسام، أشار ابن هشام إلى هذه الأقسام من خلال الأمثلة ولكنه لم يصرح. التنوين المعرف بهذا التعريف له أربعة أقسام، اكتبوا ورائي. القسم الأول تنوين التمكين، ويسمى تنوين الصرف، تنوين التمكين وتنوين الصرف بمعنى واحد، ويقال أيضا تنوين الأمكنية. ثلاثة أسماء، تنوين التمكين،
تنوين الأمكانية، تنوين الصرف. هذه الأسماء الثلاثة لمسمى واحد. ما هو هذا المسمى؟ هو التنوين اللاحق للأسماء المؤربة المنصرفة ما عدا جمع المؤنث السالم. التنوين اللاحق هو التنوين الذي يلحق الأسماء المؤربة المنصرفة ما عدا جمع المؤنث السالم. هذا تعريفه، هو الذي يلحق الأسماء المؤربة المنصرفة ما عدا جمع المؤنث السالم. ما أنا شيخ براين؟ جمع المؤنث السالم. طيب هذا التعريف تنوين التمكين، ما يلحق الأسماء، والأسماء قسمان، الأسماء تنقسم قسمين، مؤرب ومبني. مؤرب ومبني، المؤرب الذي يتغير حال آخره لاختلاف الأوامر الداخلة عليها كما سيأتي، والمبني الذي لا يتغير حال آخره بسبب الأوامر الداخلة عليه كما سيأتي أيضا. طيب المؤرب هذا الذي يتغير حال آخره ينقسم قسمين، هناك منصرف وهناك ممنوع من الصرف. الاسم المؤرب، هناك منصرف وهناك المنصرف. أها، هو الذي ينون، وتنوينه هو تنوين التمكين، والممنوع من الصرف هو الذي لا ينون. لذلك تنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المؤربة المنصرفة. كل اسم مؤرب منصرف فتنوينه تنوين التمكين إلا نوعا واحدا فقط. ما هو هذا النوع؟ جمع المؤنث السالم. تنوينه لا يسمى في عرف النحاة تنوين التمكين، بل يسمى تنوين المقابلة كما سيأتي. هل فهمتم معنى تنوين التمكين؟ وتنوين التمكين يدخل في المعارف وفي النكرات. هناك من يتوهم أن كل منون نكرة، والأمر ليس كذلك. تنوين التمكين يكون في النكرة ويكون في المعرفة، ويكون في صحيح الآخر ويكون في مؤتل الآخر. طيب مثال المعرفة المنونة، زيد، محمد، محمود، هند، هذه كلها أعلام وهي منونة. طيب مثال النكرة، رجل، كتاب، بنت، امرأة، هذه كلها نكرات ومنونة بتنوين التمكين. وكل الأمثلة التي ذكرناها من الأسماء الصحيحة الآخر. طيب مؤتل الآخر، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، فتى منون. ما نوع هذا التنوين؟ تنوين التمكين. وفتى اسم مقصور. إذن التنوين، تنوين التمكين يدخل في المقصور ويدخل في المنقوص أيضا، مثل قاض. قاض تنوينه تنوين التمكين. هناك من يتوهم أن هذا التنوين تنوين العوض، وهذا خطأ. تنوين العوض يكون في الممنوع من الصرف ولا يكون في المؤرب المنصرف. وقاض مؤرب منصرف، قاض، هاد، راض، كل مؤرب منصرف تنوينه تنوين التمكين ما لم يكن جمع المؤنث السالم، سواء أكان المؤرب المنصرف علما أم كان نكرا، وسواء كان صحيح الآخر أم كان مؤتل الآخر. هل فهمتم؟ النوع الثاني من أنواع التنوين، تنوين المقابلة، وهو صح. تنوين المقابلة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، مثل أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخر الآية. تنوين المقابلة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم. لماذا سمي تنوين المقابلة؟ قالوا لأنه
جُئِلَ لِيُقَابِلَ النُّونَ فِي آخِرِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ كما نقول مسلمون بالنون في الآخر نقول مسلمات هذا التنوين يقابل النون والنون في آخر جمع المذكر السالم أصلها تنوين مسلمون أصله مسلمون حرك بالفتحة لالتقاء الساكنين وبعضهم قال تنوين المقابلة جعل مقابلا للتنوين في المفرد في الاسم المفرد مسلمة مسلمات طيب انتهينا من القسم الثاني القسم الثالث تنوين التنكير تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين المعرفة والنكرة هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين المعرفة والنكرة فالمنون نكرة وغير المنون معرفة وتنوين التنكير نوعان منه سماعي ومنه قياسي تنوين التنكير المؤرف بهذا التعريف له قسمان له نوعان الأول سماعي يعني موقوف على السماع وهو ما يتمثل في أسماء الأفعال تنوين التنكير يدخل في أسماء الأفعال سماعا سماعا مثل صح وصح صح بمعنى أسكت ثبت عن العرب صح والفرق بينهما صح بمعنى أسكت يعني عندما نقول صح معناه أسكت عن كلام معين ولكن عندما أقول صح أسكت عن كل كلام أتكلم معك ففتحت موضوعا لا أريد الكلام فيه فأقول صح بمعنى أترك هذا الموضوع تكلمت معك كثيرا حتى تعبت أريد أن ينقطع الحديث أقول صح خلاص انتهى مفهوم الكلام إيه العرب يقولون إيه ويقولون إيهن ما الفرق بينهما قالوا إيه معناه استمر في كلام معين أتكلم معك في موضوع معين موضوع جميل فجاء أحد فقطع كلامنا بعد انصرافي أقول إيه بمعنى استمر في الموضوع إيهن معناه تكلم بأي كلام استمر في الكلام إيهن استمر طيب دخول تنوين التنكير على أسماء الأفعال موقوف على السماع ثم القسم الثاني وهو القياسي وهو يتعلق بالأسماء المختومة بويه الأسماء المختومة بويه كل اسم آخره ويه ينقاس تنوينه إذا كان لغير معين إذا كان لغير معروف مثل سيبويه أقول سيبويه لشخص معين وسيبويه لشخص غير معين أقول خالويه لشخص معين خالويه لشخص غير معين مفهوم الكلام؟ هذا القسم الثالث طيب القسم الرابع تنوين العوض ويقال تنوين التعويض تنوين العوض ويقال تنوين التعويض تعريفه تعريف تنوين العوض أو تنوين التعويض ما يكون عوضا عن محذوف ما يكون عوضا عن محذوف وهذا المحذوف الذي يكون التنوين عوضا عنه له قسمان ولذلك تنوين العوض ينقسم قسمين الأول عوض عن الحرف والثاني عوض عن الجملة أما الأول الذي هو
عوض عن الحرف فتعريفه أو ضابطه هو الذي يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. هو الذي يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. كل اسم منقوص ممنوع من الصرف في آخره تنوين، فالتنوين تنوين العوض عن الحرف، عوض عن الياء التي في آخره، وليس تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين لا يدخل في الممنوع من الصرف. مثل جوار، جمع جارية، جوار أصله جواري، أصله إيه؟ فهزفت الياء ووضع التنوين عوضا عنها فصار جواري. جواري ممنوع من الصرف، لا ينون، لكن هزفت الياء وجيء بالتنوين بدلا منها. جواشي، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم جواش. عندما تنظر في المصحف ستجد على الشين كسرتين، جواش أصله جواشي، هزفت الياء وجيء بالتنوين بدلا منها عوض عن الياء. أعمى ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وإن كان علما للعلمية وزن الفعل. أعمى هذا يصغر، يحول إلى صيغة من صيغ التصغير، فيقال إيه؟ أعيمي، فتهزف الياء ويؤتى بالتنوين عوضا عنها فيقال أعيم. يعلى، علما على شخص معين، يعلى ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. يصغر فيقال يعيل، أصله يعيلي، هزفت الياء وجيء بالتنوين بدلا منها. طيب الثاني إيوض عن الجملة، والإيوض عن الجملة يتعلق بكلمة واحدة لا ثانية لها، وهي كلمة إز. كلمة إز، كلمة إز تستوجب الإضافة إلى الجملة. كلمة إز تستوجب الإضافة إلى الجملة، أينما وجدت إز فلا بد أن يكون بعدها جملة، هذه الجملة في محل الجر مضاف إليها. مثل وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال ربك للملائكة، قال ربك للملائكة جملة في محل الجر مضافة إليها إز. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، قلنا للملائكة تسجدوا لآدم جملة في محل الجر مضافة إلى إز. وإذ أخذنا ميثاق النبيين، أخذنا ميثاق النبيين جملة في محل الجر مضافة إلى إز. طيب هذه الجملة التي يجب أن تكون موجودة بعد إز يجوز أن تهزف ويؤتى بالتنوين بدلا منها. واحد يقول جئت إلى منزلكم ولم أجدك، جئت إلى منزلكم، واحد يقول لك هذا فترد عليه كنت حينئذ مسافرا، كنت حينئذ، ما أصل هذا الكلام؟ كنت حينئذ جئت إلى منزلنا مسافرا. جملة جئت إلى منزلنا في محل الجر مضافة إلى إذ فهزفت وجيء بالتنوين بدلا منه. وعليه قوله تعالى فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أصله وأنتم حينئذ بلغت الحلقومة تنظرون، فهزفت جملة بلغت الحلقومة وجيء بالتنوين بدلا منها. وفي آية أخرى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. أصله ويومئذ غلب الروم الفرس يفرح المؤمنون. يومئذ غلب الروم الفرس، فهذفت جملة غلب الروم الفرس وجاء بالتنوين بدلا منها. مفهوم الكلام؟ وبهذا انتهينا من أنواع التنوين. تنوين التمكين يدخل في المعرب المنصرف ما عدا جمع المؤنث السالم. تنوين المقابلة يدخل في جمع المؤنث السالم. تنوين التنكير يدخل في بعض الأسماء المبنية. تنوين الإوض عن الحرف يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. تنوين الإوض عن الجملة يدخل في إذ فقط. هل فهمتم شيئا؟ نعم. أها، إذن الناصبة فيها بعض الخلاف. بعض العلماء ألحقوها بإذ على أنها تحذف الجملة التي تضاف إليها وتنون إوضا عن الجملة، والجمهور لا يثبتون ذلك، ولكل وجهة هو مولاها، كقوله تعالى في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك. إذن بالتنوين. قالوا أصله إذا ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة، فهذفت جملة ركنت إليهم وجاء بالتنوين بدلا منها. لكن إذ هو المتفق عليه، لا نريد أن ندخل في تلك الجزئيات الغير التي لم يذكرها صاحب الكتاب، يعني غير الموجود في الكتاب لا نذكره إلا إذا كان ضروريا، حتى يعني لا نتوسع كثيرا ونقضي فترات طويلة قبل أن نكمل الكتاب. نريد إن شاء الله أن نكمل الكتاب خلال 3 أشهر أو شهرين على قدر المستطاع بإذن الله. هذا الكتاب شرح القطر 3 أشهر إن شاء الله، بهذه الطريقة نختمه في 3 أشهر بإذن الله. طيب، نرجع إلى الكتاب. قال: وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد. تنوين إيه؟ ما نوع هذا التنوين في زيد؟ تنوين التمكين. ورجل، ما نوع هذا التنوين؟ تنوين التمكين أيضا. ذكر مثالين لتنوين التمكين لتعرف أن تنوين التمكين يكون في المعرفة يكون في النكرة. وصح، تنوين التنكير. وحينئذ، تنوين العوض عن الجملة. ومسلمات، تنوين المقابلة. قال: فهذه وما أشبهها أسماء. لماذا أسماء؟ بدليل وجود التنوين في آخرها. طيب، والعلامة الأخيرة، العلامة الثالثة، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه. ما معنى الحديث عنه؟ الإسناد إليه، الإخبار عنه. كقام زيد، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام، أي قد أخبرت عنه بالقيام. وهذه العلامة، أي العلامة الأخيرة وهي الحديث عنه أو الإسناد إليه، أنفأ العلامات المذكورة للإسم، أكثر نفعا، يستغنى بها ولا يستغنى عنها. لماذا هي أنفأ؟ قال: وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ضربت تو اسم. لماذا هو اسم؟ لأن ضرب مسند إليه. قال: ألا ترى أنها، أي أن التاء، تاء الضمير، لا تقبل أل، وهي العلامة الأولى، لا يمكن إدخال أل على تاء الضمير، ولا يلحقها التنوين، ولا يمكن أن تنون، ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط.
فلذلك هي الأنفى. انتهينا من هذه المسألة. الحديث عنه ويقصد بذلك الإسناد إليه. انتهينا من هذه المسألة. علامات اللص. المسألة الأولى في درس اليوم تقسيم الاسم إلى ثلاثة أقسام والأدلة على التقسيم. طيب، والمسألة الثانية علامات الاسم، تعريف الاسم وعلاماته. هو لم يذكر التعريف لكن ذكرنا علامات الاسم. الآن ندخل في مسألة ثالثة، ما هي؟ انقسام الاسم إلى معرب ومبني. كل اسم إما معرب وإما مبني. هل من سؤال في المسألتين السابقتين قبل أن ندخل في مسألة جديدة؟ الموصولة هي التي بمعنى الذي. أقول الدارس بمعنى الذي يدرس. الموصولة هي التي بمعنى الذي، وسيأتي الحديث عنها. هي التي تدل على أن ما دخلت عليه معروف عند المخاطب، مثل مثل يا ربنا يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ما المقصود بالرسول هنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كلفنا بالاستجابة له. يعني الرسول في هذه الآية لا يقصد سيدنا موسى مع أنه رسول، ولا سيدنا عيسى مع أنه رسول، ولا غيرهما من الرسل، بل المقصود سيدنا محمد، لأنه مأهود لهذه الأمة، معروف لهذه الأمة. الأهدية التي تدل على أن ما دخلت عليه مأهود بين المتكلم والسامع. نعم. ماذا لو تعارض العهد الذهني مثلا، أو العهد نعم الذهني والحضوري؟ كيف التعارض؟ بأن يكون بيني وبينك كتاب معروف، وفي يدك كتاب أيضا، والقرائن لا تخصص واحدا منهما. كده نسأل، ما المقصود؟ ماذا تقصد؟ مثلا أقول نسيت بالكتاب، هل يمكن أن يكون هذا؟ هو في يدي، يعني هناك قرينة معنوية. نسيت بالكتاب، هل يعقل أن يكون أنا أتكلم عن الكتاب الذي في يدي؟ لو نسيته لما أمكن أن يكون في يدي. إذا ابتقدت القرينة، طيب نسأل أو نتوقف. إذا ابتقدت القرينة، الشيء يحتمل، وابتقد الدليل المرجح، وجب التوقف. لا أذكر نصا في هذا. الأصوليون يعني يركزون على هذا أكثر، الشيء الذي يحتمل الشيء المشترك، يحاولون أن يحددوا الأصل حتى إذا ابتقدت القرينة يهمل على الأصل. ولكن ما هو الأصل في آل؟ هل أن تكون معرفة يعني أهدية، أو تكون موصولة، أو تكون جنسية؟ الأقرب أن يكون الأصل أن تكون عهدية، ولكن لا أذكر نصا في ذلك. نعم. هي نوع من أنواع الزائدة. نعم، نوع من أنواع الزائدة. قسم كل قسم تحته أقسام. نحن ذكرنا الأقسام الأساسية، وتحتها فروع أخرى لا يليق ذكرها بالمقام. طيب، هل الاسم دائما له اسناد ولذلك هو الانفع؟ يعني الاسناد علامة تطرد في كل الاسماء حسب ما يقوله ابن هشام. ويمكن ان يعترض عليه. هناك اسماء لا يسند اليها، يعني هي لا تستعمل الا في حالات معينة. مثلا سبحان الله لا يستعمل إلا منصوبا، لأنه مفعول مطلق، إذن لا يصح أن يسند إليه وهو اسم، يمكن أن يعترض عليه، لكنها
ألفاظ قليلة وشاذة فلا ينبغي الالتفات إليها. الاستقراء لم يتضح عندي. الاستقراء تتبع. مثلا الآن كثيرا ما يقع تقع أبحاث علمية يعني تعتمد على الاستقراء. مثلا تريد أن تعمل بحثا عن المشكلات التي يعانيها طلاب المعهد الأزهري الوافدون في المعاهد الأزهرية، ما هي المشكلات التي يعانونها؟ هذا عنوان البحث، المشكلات التي يعانيها الوافدون في مرحلة الثانوية الأزهرية. طيب كيف ستعد هذا البحث؟ كيف يمكن إعداده؟ تتتبع الطلاب، كل الطلاب الذين في هذه المستوى، تجلس مع كل واحد وتتكلم معه عن مشكلاته. تتبعك لكل واحد من هذه الطلاب هو الاستقراء. ثم بعد الكلام معهم جميعا تصل إلى نتائج المشكلة الأولى، المشكلة الثانية، المشكلة الثالثة. هذا الاستقراء. طيب لم تستطع، الظروف لم تسمح لك بأن تتكلم مع كل الطلاب، لكن تكلمت مع 80%. طيب قد يكون عند 20 الذين لم تتكلم معهم مشكلات خاصة ليست موجودة عند الباقي، فستكون النتائج ناقصة. لذلك إذا كان الاستقراء ناقصا أي لم يستوئب كل الجزئيات، تكون النتائج أقل قيمة وأقل دقة. هل فهمت معنى الاستقراء الآن؟ ما نسبته إلى الاسم والفعل والحرف؟ كل ما دون عن العرب، كلام العرب، أولا القرآن، الأحاديث، الأشعار، العلماء قرأوا هذه النصوص فوجدوا كل الكلمات المفردة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا معنى الاستقراء. وصلت؟ نعم. شك داود مفهوم؟ نعم. الزائدة ماذا تفيد؟ أي معنى؟ لا معنى ليس لها معنى يذكر، يعني في المشتقات يقال هي للمح الأصل، يعني تدل على أن ما دخلت عليه صفة في الأصل، مشتق في الأصل ثم تحول إلى العلم. ولكن في الغالب يعني غرض لفظي، العرب استعملوا الحسن والحسين، الحسن وحسن بمعنى واحد، يعني لا تدل على شيء ليذكر. في سؤال؟ طيب المعرب والمبني من الأسماء، وهو أي الاسم درباني، درباني بسكون الراء، معناه إيه؟ اسماني. عندك ضرب بفتح الراء وله معنى، ضرب وضرب، نفس ونفس. ما معنى الضرب؟ العسل الأبيض، العسل الأبيض يطلق عليه الضرب بفتح الراء. من أحسن الكتب في النحو والصرف كتاب العلامة أبي حيان الأندلسي، اسمه ارتشاف الضرب من لسان العرب. ارتشاف الضرب يعني العسل. طيب يعني امتصاص. ايوه نعم، رشف. وهو ضرباني اي نوعاني او قسمان. الاول مؤرب، وهو اسم مفعول من اعرب يؤرب، مؤرب. هذا القسم الاول مؤرب. المعرب اسم المفعول مصدره الإعراب. وهناك قاعدة يرددها العلماء كثيرا، يقولون معرفة المشتق موقوفة على معرفة المشتق منه. لا يمكن أن أفهم معنى المعرب حتى أفهم معنى الإعراب. طيب ما هو الإعراب؟ الإعراب مصطلح مشترك يستعمل بمعنى النحو، وقد ذكرنا هذا سابقا. يقال الإعراب بمعنى النحو، علم الإعراب بمعنى علم النحو، ملحة الإعراب بمعنى ملحة النحو،
قوائد الإعراب لابن هشام بمعنى قوائد النحو. ويستعمل الإعراب بمعنى التحليل النحوي للتركيب للجملة. الإعراب بمعنى تحديد أو تعيين مواقع الكلمات داخل الجملة، فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، حال. هذا معنى ثاني للإعراب. الإعراب بمعنى تحديد مواقع الكلمات داخل الجملة. طيب المعنى الثالث وهو الذي يتعلق بموضوعنا الآن، المعنى الثالث الإعراب بالمعنى المقابل للبناء. الإعراب بالمعنى الأول لا يقابل البناء، وبالمعنى الثاني أيضا لا يقابل البناء، وبالمعنى الثالث يقابل البناء. وهناك خلاف في تعريفه، والمناسب لما ذكره ابن هشام هنا أن الإعراب المقابل للبناء هو تغيير أحوال أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. مرة أخرى، الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمات لاختلاف الأوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تعريف ابن أجرون في الأجرومية، الكلم والكلمات بمعنى واحد، الكلم اسم جنس جمعي والكلمات جمع مؤنث سالم بمعنى واحد. والمراد بالأحوال الحركات، ضمة، فتحة، كسرة، سكون. تغيير أحوال أي الحركات أواخر الكلمات لاختلاف الأوامل الداخلة عليها. والعوامل جمع عامل، جمع والعامل هو ما يقتضي أثرا في آخر الكلمة، ما يقتضي أثرا في آخر الكلمة. هذا الأثر هو الإعراب، العامل هو ما يقتضي الإعراب، ما يجعل الكلمة مرفوعة وما يجعلها منصوبة، ما يجعلها مجرورة، هو ما يطلق عليه العامل. وكان الله غفورا رحيما، الله مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ ماذا رفع؟ كان، إذن كان عامل. إن الله غفور رحيم، الله منصوب، ماذا نصب؟ إن، إذن إن عامل. لله الواحد القهار، الله مجرور، ماذا جره؟ اللام، إذن اللام آمل لاختلاف الأوامل الداخلة عليها. هل فهمتم هذا؟ وهو ضربان مؤرب، هذا القسم الأول مأخوذ من الإعراب. وهو الضمير الثاني يعود على إيه؟ مؤرب. وهو أي المؤرب ما يتغير آخره. هنا حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. التقدير ما يتغير حال آخره. الآخر في ذاته لا يتغير، الآخر حرف الآخر لا يتغير، هو هو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. الذي يتغير هو حاله، أي حركته هي التي تتغير. إذن ما يتغير آخره، أصله ما يتغير حال آخره، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، الأصل وجاء أمر ربك. ما يتغير آخره بسبب الأوامل الداخلة عليه. الأوامل جمع عامل، وقد ذكرنا تعريفه قبل قليل، وهو إيه؟ ما يقتضي الأثر في آخر الكلمة. كزيد، جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. حال الدال من هذه الكلمة يتغير من جملة إلى جملة ومن تركيب إلى تركيب، وهذا شأن المعرب من الأسماء. انتهينا من القسم الأول. ومبني، القسم الثاني مبني، وهو اسم مفعول أيضا من بنى يبني بناء. البناء مصطلح نحوي معناه عدم تغيير أحوال أواخر الكلم أو أواخر الكلمات لاختلاف الأوامل الداخلة عليها.
عدم تغيير أحوال أواخر الكلمات لاختلاف الأوامر الداخلة عليها. أقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، نظرت إلى هؤلاء، الأوامر تغيرت وآخر الكلمة لم يتغير. هذا شأن كل مبني. وكثيرا ما يتوهم أن المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة، وهذا غير صحيح. المبني هو الذي لا يتغير حال آخره بسبب العامل، وقد يلزم المبني وقد يلزم آخر المبني حالة واحدة، وقد يتغير بسبب اختلاف اللهجات. مثلا حيث، وسينبه على هذا ابن هشام، ثبت عن العرب بناؤه على ثلاثة أحوال، يقولون حيث ويقولون حيث ويقولون حيث، إذن آخره يتغير. هذا التغير ليس بسبب آمل، فلذلك هذا التغير لا يجعله مؤربا. التغير الذي يعد في الإعراب الذي كان بسبب الآمل. والمبني، حقيقة المبني ما لا يؤثر فيه الآمل، سواء لزم آخره هالة واحدة أو لم يلزم. طيب، قال ومبني القسم الثاني، وهو أي المبني بخلافه. هذا تعريف بالإشارة وليس بالنص. مثلا لو جئنا نعمل الامتحان على هذا الكتاب وقلنا اذكر تعريف المبني كما ورد في الكتاب، هل ستقول هو بخلافه؟ أحد أساتذتي أخبرنا في الدرس بأنه في ستينات، هو كبير في السن 60 سنة، كانت الامتحانات على مستوى الدولة، على مستوى مصر، تكتب في الأزهر الشريف، تكتب في الأزهر الشريف. طيب، الطلاب الأزهر يقرؤون كتب التراث، وبالتالي عندما يسألون عن التعريف، عندما يدعون الامتحانات، يعني لا يقولون عرف المؤرب مثلا في مثل هذا المقام، يقولون عرف المبني كما ورد في الكتاب. طيب، الأزهري تلقى على الشيخ وعرف كيف تفك العبارة، ولكن غير الأزهري لا يعرف كيف يجيب، واحد يقول هو بخلافه واحد يسكت، لا يستطيع أن يعرف. طيب، عندما يؤتى بهذا الأسلوب معناه أن تنظر إلى التعريف السابق، إذا كان موجبا أدخل أداة النفي، وإذا كان منتيا احذف أداة النفي. معرب تعريفه ما يتغير آخره بسبب الأوامر الداخلة عليه. قال المبني بخلافه، يعني تدخل حرفا واحدا فقط في التعريف السابق، المبني ما لا يتغير، تضيف لا فقط فيصير تعريفا للمبني. ولو قدم يبدأ بالمبني، المبني هو ما لا يتغير آخره بسبب الأوامر الداخلة عليه، والمعرب بخلافه، إذن تعريف المعرب نقول ما يتغير بحذف أداة النفي. مثال المبني كهؤلاء في لزوم الكسر، هو مكسور دائما أينما وجد. وكذلك حزامي مبني على الكسر عند بعض العرب، وكذلك أمسي مبني على الكسر عند بعض العرب أيضا. لذلك قال قيد حزامي وأمسي بقوله في لغة الحجازيين. حزامي وأمسي مبنيان على الكسر في لغة الحجازيين، يعني في لهجة الحجازيين. طيب، غيرهم من العرب على خلاف ذلك. ابن هشام ذكر نوعين من الأمثلة هنا. النوع الأول متفق عليه، هؤلاء متفق على أنه مبني على الكسر، حزامي وأمسي مختلف فيهما، والأفصح بناؤهما على الكسر وهو لغة الحجازيين. وكأحد عشر وأخواته، هذا مثال على المبني على الفتح، بدأ بالمبني على الكسر والآن مع المبني على الفتح. كأحد عشر،
أحد عشر مبني على فتح الجزئين. أقول جاء أحد عشر رجلا. أحد عشر عدد مركب على فتح الجزئين في محل الرفع فاعل. جاء أحد عشر، أحد عشر فاعل. رأيت أحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا، لا يتغير. وأخواته يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر، إثنى عشر، إثنتا عشر، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. هذا معنى وأخواته في لزوم الفتح. هذا مثال على المبني على الفتح. وكقبل وبعد وأخواتهما، المقصود بأخواتهما أسماء الجهات الست: أمام، أها، وخلف، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت، ما يدل على الجهات الست، هو المقصود بأخواته. في لزوم الضم، هذه مبنية على الضم في حالة واحدة فقط. ما هي؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. قبل وبعد وأسماء الجهات يجب أن تضاف إلى مفرد، لا تستعمل إلا مضافة إلى المفرد. هذا المضاف إليه قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. فإذا حذف المضاف إليه وقدر معناه، وسنشرح هذا بالتفصيل، بني المضاف على الضم. وعليه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. أصله: لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده. لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده. فهذف المضاف وهذف المضاف إليه وهو الغلب، وقدر معناه، فترتب على ذلك بناء المضاف على الضم. وكمن وكم، هذا مثال على المبني على السكون في لزوم السكون. من مبني على السكون أينما وجد، جاء أو رجع من سافر، رأيت من سافر، نظرت إلى من سافر، من آخره السكون أينما وجد. وكذلك كم في لزوم السكون. إذن نفهم في المبني أنه على أربعة أنواع. هناك مبني على الكسر مثل هؤلاء وهزام وأمسي، ومبني على الفتح مثل أحد عشر وأخواته، ومبني على الضم مثل قبل وبعد وأخواتهما، ومبني على السكون مثل من وكم. قال: وهو أصل البناء، أي المبني على السكون هو أصل البناء. المبني على السكون هو إيه؟ أصل البناء. وإليه نبه ابن مالك في قوله: والأصل في المبني أن يسكن. لا، كيف البيت؟ هكذا قال: والأصل في المبني أن يسكن، هكذا قال. أو طيب، لا أستحضر البيت جيدا. على العموم، الأصل في كل مبني أن يكون ساكنا، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. نعم، الأصل في كل مبني أن يكون ساكنا. وكذلك يعني هو هنا نبه على مسألة الأصالة. الأشياء قد تثبت على أصلها وقد تخرج من أصلها إلى شيء آخر. إذا ثبت الشيء على أصله لا يسأل عن العلة، لا يسأل عن السبب. يعني إذا رأيت الإنسان أمينا وخلوقا فلا ينبغي أن تسأل عن السبب، لأن الأصل في الإنسان أن يكون طيب. لكن عندما يكون شيطانا مجسدا، شيطانا على وجه الأرض، تسأل عن السبب. لماذا؟ تسأل لماذا؟ إذا جاء الشيء على طبيعته لا يسأل عن السبب. هكذا في الكائنات وهكذا في المعنويات، في المعاني.
الأصل في الاسم البناء والإعراب على خلاف الأصل، والأصل في الفعل ماذا قلت؟ الأصل في الاسم الإعراب والبناء على خلاف الأصل، والأصل في الفعل البناء والإعراب على خلاف الأصل. طيب إذا وجدنا الاسم معربا لا نسأل عن العلة، وإذا كان مبنيا نسأل عن العلة. والاسم يبنى لعلة واحدة عند جمهور النحويين، الاسم يكون مبنيا لسبب واحد. ما هو سبب واحد على العموم؟ مشابهة الحرف. الشيء إذا أشبه الشيء شبها قويا أخذ حكمه، إذا أشبه الاسم الحرف شبها قويا ألحق به في البناء، فكما أن الحرف مبني يكون الاسم مبنيا أيضا. إذن على العموم الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا. طيب نأتي في المبني، الأصل في المبني أن يكون ساكنا، فإذا كان المبني ساكنا لا يسأل عن سبب السكون، لكن إذا كان المبني على حركة يسأل عن سبب البناء على الحركة. لماذا بني على الحركة والأصل أن يكون ساكنا؟ مثلا عندي أين، أين مبني على الفتحة، لماذا بني على الفتحة؟ لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون؟ لالتقاء الساكن، لأنه لو لم يبنى على الحركة سيقال أين فيلتقي الساكن، وهو أصل البناء. ونكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله نشره، ندخل في شرح هذا المتن الذي قرأناه. هذه المسألة أخذناها مجملة، أنا أحب أن أدرس العلوم من خلال مثل هذا الكتاب، متن وشرح، لأنه يعطينا فرصة في أن نشرح كل مسألة على الأقل مرتين، نشرحها مجملة ثم نشرحها مفصلة. الآن شرحنا المسألة على الإجمال، وفي الدرس القادم نشرح على التفصيل. من له سؤال فليتفضل. إلياس ممكن ورقة؟ أمس مبنيا على على جديد وممنوع من الصف. سيأتي من استعجل شيئا قبل أوانه أوقب بحرمانه ولم تعاقب يا سيدي. أمسي وهزامي مبنيان على الكسر عند الهجازيين. طيب عند غير الهجازيين ما قصتهم؟ سيأتي. هي الأفصح قصدك، لماذا قدمت لغة الهجازيين على لغة غيرهم؟ يعني العرب أصحاب اللغة هم الذين قدموا، يعني كل لغة عندها مستويات، العرب عندهم لهجات متعددة، لكن اللغة النموذجية، لغة النخبة، لغة المثقفين هي لغة قريش، لغة الحجازيين. الشاعر عندما يريد أن يقول القصيدة يقولها إيه؟ بأي لغة؟ لا، يقولها باللغة النموذجية. هكذا اعتاد العرب قبل الإسلام، ولما جاء القرآن نزل بصورة واضحة، يعني في الأكثر على لغة قريش. فعدة أسباب جعلت لغة الحجازيين هي الأفصح، ثم التي تليها ثم التي تليها. يعني العرب هم الذين قدموا لغة الهجازيين على غيرها لعدة أسباب، أسباب سياسية، أسباب جغرافية، أسباب ثقافية. نعم تفضل. نعم. في سياق النداء اذا قلت هذا مبني على المبني. احسنت السؤال. المبني نوعان،
هناك مبني بناء لازما وهناك مبني بناء عارضا. مبني بناء لازما ومبني بناء عارضا. نحن تكلمنا عن المبني بناء لازما الذي هو مبني أينما وجد في اللغة العربية، لم نتكلم عن المبني بناء عارضا، مثل المنادى المفرد، العلم المفرد يا زيد، نقول مبني على الضم في محل نصب، هذا بناء عارض. في غير أسلوب النداء زيد مغرب، اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا هو مبني في هذه الحالة فقط، في أسلوب آخر هو مغرب، هذا مبني بناء عارضا. ابن هشام يعني تكلم عن المبني بناء عارضا في طيات الكتاب، في أبوابه، في باب النداء، في باب اسم لا النافية للجنس، لم يخصصه، لم يذكره في باب المبني. وهكذا أكثر النحويين عندما يتكلمون عن المبني في باب المبني يتكلمون عن المبني بناء عارضا، أما المبني عن المبني بناء لازما، أما المبني بناء عارضا فيذكر في الأبواب، مشتت في الأبواب. نعم، سؤال آخر. نعم، إذا وجدنا حيث مضافة إلى غير الجملة هل يؤول المضاف إليه؟ كيف يؤول؟ ماذا تقصد بيؤول؟ لا أدري يعني. يعني قصدك إذا جاء المفرد بعد حيث هل يؤول؟ يؤول بجملة قصدك؟ لا، هو جملة، الجملة قد تذكر بجميع أجزائها وقد تذكر بجزء من أجزائها ويحذف الباقي. عندما يأتي الاسم المفرد فقط فالبقية الجملة محذوفة. يعني جلست حيث الكتاب، تقديره حيث الكتاب موجود، الكتاب مبتدأ خبره محذوف. نعم، الكسائي أجاز إضافة حيث إلى المفرد. على مذهب الكسائي أصلا لا نقدر معذوف، ويجوز أن نجر جلست حيث الكتاب، لكنه مذهب ضعيف مرجوح. وهذه من الأسرار، من أسرار المتخصصين. ها؟ يعني من قال حيث زيد نخطئه مباشرة، وإذا سبق لساننا إلى ذلك ندافع أنفسنا بهذا السر على مذهب الكسائي. نعم، يحمل على مذهب الكسائي. نعم، يعني مصدر مؤول في محل الجر على أنه يجوز أن يضاف حيث إلى المفرد، ولكنه مرجوح وعلى خلاف الأفصى، لا ينبغي أن يأخذ به الإنسان إلا عند الضرورة. نعم، الأفعال الناقصة المعلق على القاضي، الأفعال الأسماء. أها، الأسماء المنقوصة. نعم. أها، الناقصة. يعني الناقصة يعني لامه حرف من حروف العلة. هذا مصطلح نزيل. نعم. ما سمعنا به في الملة الآخرة. أقصد يعني الأسماء المنقوصة ولا الأسماء الناقصة؟ اشتققنا اسم الفاعل من الفعل. المصطلحات لا تغير يا سيدي. في الأفعال عندي ناقص، في فعل ناقص. نعم. هذا في الصرف، الفعل الناقص المختوم بحرف العلة الذي لا محرف العلة، لكن في الأسماء. نعم. الأسماء الناقصة يعني دنا منقوصة. ولا قرأت لأحد الأسماء الناقصة؟ نعم، يلا يا سيدي قل ماذا تريد أن تقول. إذا اشتققنا اسم الفاعل. نعم. من الفعل الناقص كأن نقول مثلا قضى قاض. نعم. دعا داع، هدا هاد. أه. فهل يدخل هذا في هذا الباب أيضا؟ أي باب؟ في تعريف التنوين، تنوين التمثيل. طيب. يعني لا تتعب نفسك في مسألة اسم الفاعل من الفعل الناقص. كل اسم منقوص ممنوع من الصرف. أه. ممنوع من الصرف، تنوينه تنوين الإوض عن الحرف، منصرب تنوينه تنوين التمكين، سواء كان اسم فاعل من فعل ناقص أم كان اسما مقصورا أم كان اسما منقوصا لكن غير اسم الفاعل، بغض النظر عن المفردات. القاعدة الضابط الآن
كل معرب منصرب تنوينه تنوين التمكين ما لم يكن جمع المؤنث السالم، خلاص سواء كان صحيح الآخر أم مؤتل الآخر. نعم. وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم.